في إطار العناية الموصولة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالشأن الديني عموما والقيمين الدينيين خصوصا وخطباء الجمعة بشكل أخص، عاش رجال المنابر في هذه الأيام الأخيرة أحداثا متميزة مرتبطة بتوزيع جوائز المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية في موسمها الثالث. هذه الجائزة التي أحدثها المجلس العلمي الأعلى بغرض تحفيز الخطباء وتشجيعهم على تحسين مهمتهم الدعوية والتبليغية. أحدث أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله جائزة تسمى جائزة الخطبة المنبرية تكريما لمنبر الخطبة وتكريما لخطباء الجمعة، وهي من المبادرات المهمة التي تسعى إلى الارتقاء بالخطاب المنبري واجعله في خدمة ثوابت هذه الأمة التي تسعى إلى ترسيخ خطاب الوسطية والاعتدال، وهو الخطاب الذي ينبغي أن يسود في هذه المملكة الشريفة. فهذه الجائزة وهي متنوعة، في جائزة لخطباء المدن وجائزة لخطباء البوادي وجائزة وطنية أيضا لأحسن خطيب في المملكة، فهي يعني بادرة عظيمة من أجل الارتقاء بالخطاب الإسلامي عامة ولكن خطاب المنبر بالخصوص، لأن هذا الخطاب الأسبوعي يحضره في هذه المملكة أكثر من 10 ملايين مصلي، ولذلك يعني يرجى من السادة خطباء هذه المنابر أن يهيئوا الخطاب الذي يرفع من شأن أمتهم ويذكرها برسالتها هذه الأمة، يعني أمة المغربية التي حافظت. فمن حسن حظ هذا المغرب أن أهله حافظوا على ميراثهم الحضاري القديم ويضيفون إليه الجديد دائما وأبدا، ومن أكبر ما وأهم ما حافظ عليه أهلنا في هذا المغرب هو نظام الحكم في إمارات المؤمنين التي تمتد على مدى أكثر من 2200 عام، والمغرب محافظ على هذا النظام الذي جمع الله به شمل هذه الأمة وجعلها أمتان متماسكتان تسعى دائما إلى التجديد ولكنها تحافظ على ميراثها. هذه هي الغاية من هذه الجائزة العظيمة إلى جانب المبادرات الكثيرة التي أطلقها أمير المؤمنين من أجل إصلاح الأوضاع كلها وإصلاح الشأن الديني بالخصوص. هذه المناسبة التي نحتفل بها بالخطب المنبرية بكل أنواعها تأتي في إطار تكريم مولوي من أمير المؤمنين لخطباء المنابر خطباء الجمعة، وأيضا اعترافا بموقعهم في الحفاظ على الأمن والحفاظ على ثوابت الأمة بما في ذلك المذهب والعقيدة والسلوك التربوي المعروف بمكونات هذه الأمة الإسلامية بصفة عامة، وأيضا كذلك الحفاظ على إمارة المؤمنين لما لها من موقع في الحياة الإيمانية والحياة الإسلامية والحياة الاجتماعية بكل ما تحمل كلمة الاجتماع من معنى. المعروف أن الحضارة في الشعوب هي تراكم ويتوالي مجموعة من التجارب، هذه التجربة التي يعيشها الآن الخطباء هي هذا التكريم الذي يتلقونه من المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الحاضرة في الجهة، هي أسلوب في جميل في ترقية الخطباء في تشجيع الخطباء في تنبيههم إلى قيمة وجودهم وإلى تحسيسهم بضرورة إجادة الفعل والأداء. منذ سنوات كانت هذه الجائزة حاضرة وأصبح الآن الخطباء يشتغلون لها ويستعدون لها بتكوين أنفسهم بتحضير خطبهم، وهذا طبعا شيء جميل لا بد أن تكون له عائدته وفائدته على هذا العمل عمل الخطابة، لأنه عمل يتوجه إلى الجمهور
إلى الشرائح العامة، وهو مفيد إن شاء الله. بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط، تم الشروع في تكريم الخطباء وتوزيع جوائز المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية عليهم في دورتها الثالثة وفي صنفيها التنويهية التكريمية والتقويمية التشجيعية، التي تحتوي على جائزتين، الأولى لخطباء المدينة والثانية لخطباء البادية. وقد عرفت هذه المحطة تتويج ما يزيد عن 30 خطيبا من 3 جهات، هي الدار بيضاء سطات والرباط سهل القنيطرة وطنجة طوان الحسيمة. كما تميزت المحطة الأولى لهذا الحفل التكريمي بعرض مجموعة من إصدارات الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى وتقريب مضمونها العام للخطباء الحاضرين، وقد شملت بالخصوص كتاب الموطأ وكتاب السلفية تحقيق المفهوم وبيان المضمون وكتاب حكم الشرع في دعاوى الإرهاب وكتاب خطبة الجمعة الورقة الإطار. هذه الجائزة المنبرية هي عناية والتفاتة صادقة مولوية سامية من مولانا أمير المؤمنين حامي حمل الملة والدين. فهذه الجائزة في الحقيقة هي جائزة تشجع الخطباء، تشجعهم وتشحذ هممهم وتجعلهم أمام مسؤولية كبيرة، هذه المسؤولية المنوطة بهم للقيام بها على أكمل وجه. حقيقة هذه التفاتة المولوية نشكر صاحب الجلالة عليها، لأن فيها دفع وتحفيز وتتويج لهذا الحقل الديني والحقل الدعوي والحقل الإسلامي. فهذه التفاتة مهمة جليلة عظيمة نعتز بها ونفتخر بها، وهذا يجعل من هذه الجوائز وهذه الالتفاتة وهذا الحفل العظيم يجعل الخطيب له قيمة في هذا المجتمع وله وزن، وأنه يؤدي رسالته كما هي، كما هو المطلوب منه. هذه الجائزة الحمد لله عز وجل تأتي في إطار العناية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالخطباء، وتأتي كذلك تشجيعا للخطباء على بذل مزيد من الجهود للرقي ولتجديد الخطاب الديني، خصوصا وأن الخطباء نواب عن أمير المؤمنين كما هم نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجائزة تأتي تشريف وتأتي باعتبارها تشريفا وكذلك تكليفا للخطباء. لماذا؟ لأن الخطيب يواجه يعني أمورا كثيرة خلال أسبوع، فهو عليه أن يعالجها مما يجعل الناس متشبتين بثوابتهم الدينية والوطنية. هذا اليوم هو في الحقيقة يوم مشهود، أو بعبارة أخرى هو يوم للاحتفال بالمنبر وبالخطيب معا، وهذه المبادرة تأتي في إطار الاحتفال بالقيمين الدينيين عامة وبالخطباء خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل الارتقاء بخطبة الجمعة إلى ما ينبغي أن تصل إليه. ثم انتقل حفل التكريم وتوزيع الجوائز على الخطباء المتميزين لهذه السنة بالمملكة إلى العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، حيث تم تكريم ما يزيد عن 20 خطيبا من 3 جهات، هي فاس مكناس والشرق ودرعة فيلالت. وتوزعت جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية أيضا على صنفين، هما الجائزة التنويهية التكريمية والجائزة التقويمية بالبادية والمدينة. احنا جد فرحانين وجد مسرورين بالوجود ديالي في هذا المكان وفي هذا الحفل الرباني، وهاد الجائزة ديال هاد الخطابة هي كنقدروها كتحفيز للمزيد من العطاء ومزيد من الاهتمام ومزيد من الجد، وهي كذلك أيضا نقطة انطلاقة جديدة في هذه المهمة، مهمة الخطابة. أنا جد سعيد بحضور في هذا الحفل التكريمي للخطباء، وهي فرصة ومناسبة لتحفيز الخطباء على مزيد من البذل والعطاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفق مولانا أمير المؤمنين وأن ينصره نصرا يعز به الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في عمره وذريته، وأن يديم الأمن والسلامة على بلدنا الحبيب، إنه أهل لذلك والقادر عليه.
نحن جد مسرورين بهذه الجائزة، جائزة المجلس العلمي للخطباء المنبرية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عناية أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بالأئمة والخطباء وبالحقل الديني بصفة عامة. الحقيقة أن هذه المناسبة تستدعي أولا وقبل كل شيء أن نتوجه بالشكر الجزيل والدعاء الخالص لأمير المؤمنين جلالة محمد السادس حفظه الله وبارك فيه على عنايته المتميزة بالخطباء والعلماء والدعاة والوعاظ والمرشدين. ولا شك أن هذه الالتفاتة من شأنها فعلا أن تشجع الخطباء وأن تعلي من شأن الخطبة المنبرية وأن تفعل أداءها الرسالي الحضاري الكبير في هذه الأمة التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى أن يقوم الخطباء بدورهم في تعزيز البعد الروحي والبعد الإيماني في هذه الأمة. كما نتوجه بالشكر الجزيل كذلك للمجلس العلمي الأعلى على خدماته المتميزة والتفاتاته الهائلة. أما المحطة الثالثة والأخيرة في حفلات توزيع جوائز المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية فكانت بمدينة مراكش، حيث تميزت بكلمة توجيهية للسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية دكتور أحمد التوفيق، أكد فيها المسؤولية الملقاة على خطباء الجمعة في حفظ أمن الأمة وثوابت هذا البلد الأمين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أمر خطبة الجمعة أمر عظيم وفي غاية الأهمية، خاصة في العصر الحالي الذي تتطلب فيه الخطبة المنبرية من الخطيب مزيدا من الالتزام والصدق والبصيرة. كما تم في هذا اليوم إلقاء محاضرة علمية حول خطبة الجمعة وشروط نجاح خطيبها، والتي تم عرضها في المحطات السابقة بغرض تعميم الفائدة على خطباء كل جهات المملكة. دأبت الأمانة العامة للمجلس العلمي على تقديم عروض تأطيرية موازية للاحتفاء بالسادة الخطباء، وكانت هذه السنة الماضية وخاصة تركز على الخطبة المنبرية. السنة الماضية كانت مخصصة للوثيقة الإطار الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وهذه السنة أرادت الأمانة العامة أن تقدم خطوة إضافية لتنمية وتطوير الخطاب الديني الذي يروج من فوق منابر مسجدنا بالمملكة السعيدة. وكان الموضوع الأساسي هذه المداخلة وهو آليات وأدوات ترقية الخطبة المنبرية، وتم التركيز على ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى وهي المبادئ التي يجب أن يعتني بها جميع الخطباء، ثم كذلك الضوابط وأهمها أن الخطيب يجب أن يتمثل الخطبة وأن يعمل بما ورد فيما يدعو إليه الناس، وأخيرا كان هناك مجموعة من القواعد الأساسية التي هي خاصة بالخطبة في هذا الزمان المتغير الزماني والمكاني، وما يجب على الخطباء أن يعتنوا به، وخاصة أن الخطيب في هذا الزمان في زمان التدافع ووجود مشروعات أخرى، لا بد للخطيب أن تكون لديه رسالة واضحة لما يريد أن يقوم به، ولا بد أن يحمل مشروعا، ولا بد أن يكون هذا المشروع واقعيا، وأن يكون خطابه ملائما ومناسبا للمستمعين، وأن يستجيب لحاجاتهم. وفي الأخير هذا الخطيب يجب أن يعلم أنه لا يمتلك وقتا طويلا، فلديه وقت قصير جدا، فيجب أن تكون خطبته مختصرة وقاصدة ويقصد جوامع الكلم لتبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المبادرة التكريمية للسادة الخطباء تأتي في سياق اهتمام المؤسسة العلمية بهؤلاء المشرفين على منابر خطبة الجمعة، وطبعا تخصيص هذه الجوائز يعني على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي وعلى المستوى المحلي هو تحفيز ودعم للسادة الخطباء كي يرتقوا بواجبهم في أداء الخطبة. نحن نعلم أن منبر الخطبة هو منبر تأطيري ومنبر تكويني يتأطر من خلاله آلاف المواطنين بل ملايين المواطنين على الصعيد الوطني، ولهذا وجب الاهتمام بهذا المنبر تأهيلا للخطيب من جهة وارتقاء به، وكي تكون الخطبة يعني في مستوى الحدث التأطيري والتكويني للمواطنين. لا شك أن هذا الاحتفال يشعر السادة الخطباء بالرسالة المنوطة بهم في إصلاح الأمة، إصلاح عقيدتها وإصلاح عباداتها وإصلاح معاملاتها، وفي الوقت نفسه
لديهم رسالة في درء الفتنة عن الأمة المغربية والإسلامية بصفة عامة. ولا شك أن الخطيب إذا كان في المستوى المطلوب وكان المنبر يؤدي رسالته سيكون لذلك أثر محمود على الأمة كلها بنشر الفضائل في صفوفها وتحليتها بالأخلاق الفاضلة وإبعادها عن الفتنة وأسبابها. وهذا ما نرجوه لخطبائنا جميعا حتى يكونوا في مستوى تطلعات مولانا أمير المؤمنين أيده الله ونصره. وقد تم في هذه المحطة الأخيرة تكريم خطباء باقي جهات المملكة، وهي العيون السقية الحمراء والدخلة وادي الذهب وقلميم وادي نون وسوس مسا ومراكش آسفي وبني ملة الخنيفرة. كما تميزت هذه المرحلة بتكريم خطيب مسجد محمد السادس التابع للمجلس العلمي المحلي الدار البيضاء أنفا الأستاذ حسن أمين بجائزة المجلس العلمي الأعلى الوطنية للخطبة المنبرية التي تسلم لأحسن خطيب على الصعيد الوطني. هذه مكرومة من مكرومات ملوك الدولة العلوية، قام بها اليوم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أطال الله عمره، تنويها وتكريما للخطباء أولئك الذين يغدون الأرواح ويطمئنون القلوب ويزكون النفوس ولا يحشون الرؤوس. فأنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره على سنته ورسوله، وأن يجعله محفوظا حفظا تاما من جميع جهاته، حتى يصدق عليه قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ونسأل الله تعالى أن يحفظ ولي العهد الأمير الجليل مولاه الحسن وكافة الأسرة الملكية، وأن يرحم بعفوه مولانا الحسن ومولانا محمد الخامس، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. شكر الله سبحانه وتعالى نتاح لنا الفرصة حتى نحصل على هذه الجائزة المولوية الكريمة التي كانت من مساهمة أمير المؤمنين حفظه الله وأعزاه ونصره، وهي تدل على ما كان أمير مولوليه لهذا القطاع، قطاع ولا سيما الخطبة الجمعة، فحفظ الله ونصره وأيده ووفقه لما يحبه يرضاه. سعداء غاية السعادة والفرح بهذا الاستفاء الذي اختصنا الله عز وجل به، وهذه الجائزة إن دلت على شيء فإنما تدل على ما توليه المملكة المغربية للخطيب وللرسالة المنبرية، وهو كذلك يدل على المكانة السامية التي يوليها مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين لرواد وخطباء المملكة أو القيمين الدينيين بشكل عام. سعداء غاية السعادة بهذا التتويج الذي يقام كل سنة بالنسبة للخطباء، هو طبعا من تنظيم المجلس العلمي الأعلى، وهو في الحقيقة قبل أن يكون تتويجا وتكريما لأشخاص بذواتهم، هو احتفاء برسالة المنبر في هذه البلاد الحبيبة وفي هذه البلاد الغالية، وهو اعتراف كذلك بما للخطيب من دور وأثر في البناء المجتمعي لهذه الأمة المغربية في ظل الثوابت المتعارف عليها في هذا البلد الحبيب. الله سبحانه وتعالى شرفني بهذا التتويج العظيم، فنحن دائما جنود مجند وراء جلالة الملك الإمام الأكبر والخطيب الأول، مستنيرين بتوجيهاته القيمة، مطبقين ما في دليل الإمام والخطيب، واليوم إن شاء الله حظينا بهذا التتويج الكريم الذي نعتبره أحسن إنجاز حققته في حياتي. إن تكريم خطباء المملكة وفرسان منابرها يندرج ضمن العناية الموصولة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالقيمين الدينيين عموما وخطباء الجمعة خصوصا، وهي عناية تتجلى في عدة مظاهر وصور، من أبرزها تكريمات وجوائز هذه الخطبة المنبرية التي وصلت موسمها الثالث، وذلك إيمانا من جلالته حفظه الله بأن الخطيب يستحق التكريم والدعم والتمجيد لما تؤديه رسالته المنبرية من إصلاح الأمة والإنسان بشكل عام.